غادي نقدموا لمستمعاتنا الخليه. الخليه طبعا عندك طريقه هائله للتحضير ديالو في البيت. اييه، اذا بالنسبه للخليه غادي ناخذوا هذه الطريقه اللي غادي نوجدوا غير في الطما، نحتاجوش داك الشمشمشو، وهذا خصوصا كيف ما كتعرف اختي سناء دابا المكان ديال التشماج الخليع، ولا الناس ساكنين في عمارات، ولا حتى الناس في مدن بحال الشمال كيكون الجو شويه ايميد، ما كيقدروش ما كينشفش لهم الخليع بالطريقه اللي غيبغيو. غنعطي واحد الطريقه للفران كتجي بسيطه وسهله وفي نفس الوقت لذيذة جديدة جدا وصحية، ما كنستعملوش فيها كثرة الشحوم. إذا بالنسبة للمراحل ديال تحضير الخليع غادي ناخذو على جوج ديال المراحل. المرحلة الأولى هي التجفيف ديال اللحم اللي غادي نسديه كنسميوه الكديد، ومن بعد غادي نخلعوه. إذا بالنسبة للمرحلة الأولى غادي نحتاجو فيها جوج كيلو ديال اللحم هبرة، غادي نكونوا مقطعين طريفات طوال، غادي نقولوا للقزاز ديالنا هو يقطعوا لنا بالشكل اللي غادي نحتاجوه، نقولوا له الخليع هو يقطعوا لنا طريفات الطوالين اللي كيتنشروا. اذا غادي نحتاجوا جوج معالق كبار ديال الكمون، جوج معالق كبار ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال القزبر اليابس، اربعه ديال المعالق كبار ديال الملح، غادي نحتاجوا 16 فص ديال الثومه، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال الزيت البلديه، واحد المعلقة صغيرة ديال الخل. نعم. غنعاودو هذا بالنسبة للعطرية اللي غادي نجفو بها. إذا غادي نحتاجو جوج كيلو ديال اللحم هبرة، جوج معالق كبار ديال الكمون، جوج معالق كبار ديال الزعتر، جوج معالق كبار ديال القزبر اليابس، أربعة ديال المعالق كبار ديال الملح، 16 فص ديال الثومة، وثلاثة ديال المعالق ديال الزيت البلدية، واحد المعلقه صغيره ديال الخل. نعم. اذا هذا بالنسبه للمرحله الاولى. غادي ندوزو للثانيه، غادي نهضر على هذه الاولى باش يكون داكشي واضح. اذا بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيت، كناخذوا داك اللحم ديالنا اللي قطعنا على شكل جديد، كنضيفوا ليه هذا الكمون والقزبر اليابس والزعتر والملحه والثومه، الثومه محكوكه، والزيت البلديه وديك المعلقه ديال الخل، وكنجمعوه مزيان، كنخلطوه مزيان في هذا الخليط هذا. العطريه كنشربها مزيان واحد، وكنخليوه يبات واحد الليله. فكناخذوه وكنديروه في الصينيه ديال الفران، وكندخلوه الفران، كنديروه في الفران 75 حتى 80 في الحراره، ما خصهاش يفوتها. فكنخليوه الا درناه مثلا في الليل حتى الصباح عاد كنطفيو عليه. الا درناه في الصباح فكنخليوه مثلا، الا درناه مع العشره كنخليوه حتى 6 ولا 7 د العشيه عاد كنخرجوه. اذا الحراره 75 80 راه ماشي الفران شاعل، راه فقط كتكون بحال قلتي كيحيد الرطوبه، يعني الله كيتمس ديك الرطوبه اللي كتكون الداخل. نعم. فكندخلوه اللي عنده الفران بالمروحه مزيان، اللي ما عندهاش بالمروحه فكنديروا واحد المعلقه بحال غادي نخليوه اونتخوفير، يعني داك الشويه ديال الريح خصو يدخل. يعني كنديروا معلقه كنسدو حتى كنبغي تسد، وكنديروا معلقه كنلقاو بها السده ديال الفران مع، يعني ما كيتسدش كامل كيف ما قلت 75 حتى 80 درجه، وكنخليوه تقريبا 12 ساعه، يعني من الصباح حتى العشيه، اولا كيبات الليله كامله هو في الفران، كي يعني كتشرب ديك الميديتي وديك الفلوقه اللي فيه كتشرب بالفران. الغد اللي كنلقاوه ناشف ومقدد، يعني كنلقاو فعلا ناشف، وباش نعرفوا بانه ناشف كنقطعوه في الطريف، كنقلبوه من تحت كيبان لنا بيض، عوض ما يبان لينا الحموريه ديال اللحم، هذا كتبان لنا غير بيوضه. هذه المرحله واضحه. اييه. اذا المرحله الثانيه غادي نحتاجوا بالنسبه للخليع، غادي نحتاجوا 80 غرام ديال الشحمه ديال الكلوه، فقط 80 غرام، كاين اللي كيستعمل حتى نص كيلو، وكاين اللي كيستعمل حتى كيلو ديال الشحمه، فانا كندير فقط 80 غرام، وبالنسبه لي النتيجه رائعه، وفي نفس الوقت خفيفه على المعده وصحي. اذا 80 غرام ديال الشحمه ديال الكلوه، غادي نحتاجوا لترو ديال الزيت البلديه، زيت العود. نعم. جوج معالق كبار ديال الكمون، مره اخرى، جوج معالق كبار ديال القزبر اليابس، ومعلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال الازير. نعم. معلقه كبيره عامره ديال الثومه بودره، اللي ما عندوش غادي نزيدو نحكو واحد ثلاثه ديال الصيصات اخرين. اذا مليحه على حسب الذوق، يعني احنا ضروري خاص يكون عندنا شويه فايت في الملوحه. اذا تزيدوا مليحه على حسب الذوق، وغنحتاجوا معلقه كبيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الزعفران الحر، حتى هو اختياري ممكن تستعملوه او لا، وغنحتاجوا يترو نص ديال الماء.
غادي نعاود نعاود المقادير ديال المرحله الثانيه. اذا كنحتاجو 80 غرام ديال الشحمه ديال الكلوه، لتر ديال زيت العود، جوج معالق كبار ديال الكمون، وجوج معالق كبار ديال القزبر الياز، معلقه كبيره ديال الزعفر، معلقه كبيره ديال الازير، معلقه كبيره ديال الثوم او ثلاثه الفصيصات محكوكين. غادي نديرو الملحه على حسب الذوق مره اخرى، ومعلقه كبيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الزعفران حر كتبقى اختياريه. وغنختار وغناخذو لتر ونص ديال الماء. اذا بالنسبه لهذه المرحله كنكونوا اللحم ديالنا ناشف، كنجيبو واحد الطنجره كنديرو فيها داك الميترون حتى كيبدا يغلي، كنديرو معاه الشحمه محكوكه ديك 80 غرام كنشدوها كنحكوها في حكاكه وكنديروها مع ايترونس ديال الماء كيبداو يغليو في واحد الطنجره باش حتى كتذوب ديك الشحمه وسط الماء كيطيب علينا غير الماء. كنزيدو ديك الساعه اللحم ديالنا، داك اللحم اللي حطنا عليه نحاولو نقطعوه طريفات ونديروه في داك الماء. كنزيدو التوابل كامله وكنسدو عليه في الطنجره لمده ديال ساعه قل ربع، علينا الاعلى عافيه نهيره كنسدو عليه. من بعد فاش كنحلو الطنجره كنقلبو اللحمه ديالنا الى لقيناها طابت فكنخليوه فوق العافيه حتى كي داك الماء بحال كيتبخر، داك الماء كنحاولو ما يتبخر، كتبقى غير داك شويه ديال الشحمه ديال داك الليدان ديال الشحمه اللي كيكون بقى. اذا فاش كنبخرو داك الماء كنزيدو الزويته بلديه من بعد وكنخليوها كتغلي. ماشي كتغلي لنا بزاف يلا كتطلع ديك الغليه الاولى كتطلع واحد الرغوه بيضاء، كنديروا ديك العمليه اللي كانوا كيتاكدوا بها المواد نقبل. كنجيبوا كنجيبوا واحد المنديل نقي واحد طريف ديال الثوم كندخلوه في ديك الزويته بحال الفتيله بحال الفتيله تماما، وكنديروا فيه شويه ديال العافيه بريكي ولا هذا الا بدا كيدير لنا الفقاعات كيكون باقي الماء كنزيدو كنزيدو شويه ندخرو. الا ما دارش الفقاعات فالماء كيكون غير الليدان ما كاين لا ما لا والو كنقدروا نستعملو. هنا كنشدو كنخليوه كيبرد فقط، الا حصلنا على الفقاعات وبان لينا بان غير الليدان اللي بقى فكنخليوه يبرد. كنجيبو واحد العلب بلاستيكيه يكونوا صالحين للتجميد كنديروا فيهم داك اللحم، كنحاولوا ناخذوا غير الطريفات الكبار وكنعملوهم كناخذوهم كنديروهم كنزيدو عليهم داك الليدان ديال الزويته البلديه اللي بقى لينا كنكبو باش يغطيهم باش يغطي. نحاولوا نديرو علب صغيره باش فين ما احتاجينا علبه نجبدوها، ما نبقاوش كل مره نجبدوه نديكونجليوه، كل مره نجبدو وحيده بالاستعمال اللي بغينا. كيبقى لينا فاش كنكبو الليدان كيبقى لنا واحد التخت كيبقى لتحت الكوكوط، هذاك التخت كيكون عباره عن الحم تفرتت يعني كنصغور وتفرتت، كيبقى هذاك هو اللي كنستعملو للحشوه فكيكون لذيذ لدرجه ماشي رائع ألد من فعلا ألد من الحيمات ديال الخيار براسو، وفي نفس الوقت كيكون شابع عطريا. فهذاك الشيء اللي كيكون كيبقى لنا لتحت هو دائما اللي نستعملو للحشوات، هو اللي نعمرو به مليويات، هو اللي غادي نعطيكم الطريقه ديال باش نعمرو به المليويات. اذا هذه هي الطريقه ديال الخليع. بغينا نحتفظو به في الثلاجه، فهو مادام ما فيهش الماء وكيبقى والملحه كتكون فيه وهذاك هو كيبقى مده طويله ما كيخفش. اذا بغينا نحتفظو به في المجمد فهذاك امر اختياري، فهو كيبقى مده طويله كيستعملو. لكن واش الثلاجه غتكون اذا اختياريه ولا ضروريه؟ الثلاجه كبرها نفس الشيء على حسب السيده ودارها والمدينه فين عايشه هي عينها ميزانها. فعلا بحال المدن دابا بحال المدن الساحليه كيكونوا شويه فيهم الرطوبه، من الاحسن الثلاجه. المدن بحال مراكش يكون جو جاف هذا فما المدن الداخليه ما كاينش هذا المشكل.